توم وين توم؟ توم توم اصحي. اقبضوه شنو؟ الحرامي يا حرامي شنو يا اخي؟ طوال نايمين بالطريقة دي يا اخي. حمد الله انا يا اخي. حمد الله جابك فوق نومي شنو؟ ها؟ جابك فوق نومي شنو؟ لا جيت في صحيانك، نومك قضى. اي المويه وين يا ولد؟ يا كيفك؟ ما بوليك، والله ما بوليك. اهلا كنوشة يا حسين المويه. ما شاء الله ربنا يحفظ كل امشي خش جوا تكلم الولاد ما يطلعوا الشارع ها؟ واليوم جد جايب الصوت. خلها الصوت. أنا ضيف تشرب أنت. هاك بسم الله. كذا أنا والله لقيناكي في موضوع صافي. أي يا أخي والله أنا جايك مغفون وجايك متعبان شيخات. مالك؟ يا أخي أنا زلوني. أزلك من؟ طردوني أخ من البيت يا أخي. سيد البيت؟ سيد البيت جا قال لي تخرج من بيتي لأن ابني ده يريد الزواج. أنا قلنا دي حنا كبيرة بيش خلاص. يا رب والله طردك باللغة العربية بنغلاديش ولا شو؟ والله قال كيف بس. أتكلم عادي لكن أنا حاولت أضبط الكلام. أيوة. والله مشكلة يا. شوف ناس على الجار ده. بس بيقول كايدة. يجيب زوجة كايدة فوق بيتهم شهر شهرين يمسكوا منه قروشه وخلاص يشيلوه برا. وأجروا لك كارلوزة بمليون ونص. مليون ونص شنو؟ أصله أنا داير أجر عربية في الجنة. ما شفتها؟ هذا كله الاستقلالية لظروف البنات. خلينا فرحان يا زول، ارجع البلد. اصلا انا بس انت طبعا زول اخوي. اخوك اي. زول صاحبي. والله صاحبك. وقمنا سوا وراجلك واخوان. اي اي. ومن ما قمت زول هذا. داير كم؟ لا القروش انا زول هذا، لا القروش وسخ بيتنا. يا اخي انا والله شايف فاصل كنت فاضي. كنت اجيب المرأة ومعي بنات الاثنين ذيك عزة وليلى يقعدوا هنا في الصالون ده. فاضي بخش الجن بيسكن الجن كما تقول. ما سمع الجن بيسكن هنا دي يسكن وين؟ انا دار اسكن محله فوق بيتنا؟ صالون هاي الليله شنو؟ الثبت الاربعاء ولا كم؟ والله احنا زادنا احتمال يجي الرجال يفرضنا خلاص حرمنا الله فرصه سعيده طردتني؟ اي تفضل ثاني؟ اي خلاص اقول لك كلمه اي انا طلعت لك راجل ها؟ ولا محترم وزول وسخ من زمان ما مشكلة خليت عليك امشي يلا كمان جاي جيت انت هو في مين في بيتك مكرهنا لا تقول لي في البيت عذبني قال اسكن معانا وهو عزة منو يا اخي يا بنت جيب لي الرادي